السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. نبداو على بركه الله. اليوم بغينا نطيبوا واحد الكيكه تجي هشيشه ورطبه بزاف. المقادير: عندنا 4 د البيضات، عندنا 2 خمارات حمر، عندنا خماره بيضاء، عندنا 3 د المعالق ديال النشا، عندنا كاوكاو، عندنا كاس د الزيت، كاس د السنيده، و جوج كيسان ديال الحليب، واحد دانونه د الباني، والطحين حسب المقادير. غنبداو على بركه الله. درنا شويه الملحه، غنزيدو 4 د البيضات، غنزيدو كاس السنيدة، غنضربو مزيان. حنا زدنا واحد الساشية ديال الفاني، غنزيدو الكاس تاع الزيت، غنزيدو الدانونة، غادي نديرو كلشي في مولينيكس ونطحنوه. دابا غادي نزيد شويه تاع الطحين، نزيد عليه الخماره، دوك جوج خمارات، ونخلطو كلشي. حنا كنزيدو وحنا كنخلطو، بعد ما دهنا الطاوة بالزبده ورشيناها بالطحين، احنا دابا غادي نخويو الخليط ديالنا. بسم الله، وغادي نديروها في الفران، من بعد نوجدو الكريمه ديالنا. نتمنى منكم باش تعجبكم وتجربوها، وكنتمنى منكم فضلا وليس امرا باش تشجعوني وتزيدوا تشجعوني. السلام عليكم ورحمة الله.